اليوم دولة قطر تعيش حدث تاريخي بإجراء أول انتخابات تشريعية في الدولة. بالنسبة لنا في المجلس الأعلى للقضاء يشارك كضمانة قضائية لإخواننا الناخبين، يطمئن كل شخص أن صوته بيكون أمانة عند زملائنا القضاة رؤساء اللجان وأخوانهم من وزارة الداخلية ومن وزارة العدل اللي يشكلون أعضاء اللجان. نتمنى للمرشحين التوفيق ونتمنى للناخبين المشاركة الفعالة. احنا اليوم دورنا كقضاة في المشاركة في العملية الانتخابية كرؤساء لجان نباشر العملية الانتخابية من بدايتها ونتابع هذه العملية حتى قفل عملية التصويت السادسة مساء، وبنبدأ في فرز الأصوات وإعلان نتائج الأصوات للجنة الإشرافية اللي تقوم بدورها بإعلان الفائز في الترشيح. هذا يعتبر عرس ديمقراطي يسمح لكل قطري بأنه يمارس حقه القانوني باختيار المرشح، ونتمنى إن شاء الله أن هذا مجلس الشورى يكون فيه خير للعباد والبلاد. وما شاء الله تنظيم في المداخل الدوائر الانتخابية وتنظيم الداخلي ما شاء الله، وكل سلاسة واحد يمشي يعني ما يتعطل ما شاء الله. نتمنى التوفيق حق المرشحين الفائزين إن شاء الله، أنهم يمثلون كل واحد منهم يمثل دائرته أفضل تمثيل. وهذا واجب على المواطنين أنهم يوفون بوعدهم ويدلون بأصواتهم لمرشحينهم اللي يشوفونهم الأفضل. وإحنا الآن كمواطنين نقدم أصواتنا، وهذه الأصوات تعتبر أمانة، ونتوقع من المرشح أن ينفذ وعوده التي قدم فيها، ونأمل إن شاء الله أن يوفق المجلس ككل في مصلحة الوطن والمواطن.